ولد الداهو السيدي والعمر طالب في مدينة النعمة بالحوض الشرقي من أسرة علم، فحفظ القرآن على والده في سن مبكرة، ودرس رسمه وضبطه ومقرأه على فضائل هذه العلوم، حتى نال منهم الإجازة في قراءة الإمام نافع والقراءات السبع، ودرس عليهم المتون الفقهية والنحوية واللغوية بالإضافة إلى علم البلاغة والأصول والمنطق والتفسير. وهو شيخ ومؤسس محضرة السيدي والعمر الطالب الموجودة بتلوي الشرقية المبشوط التي تدرس العلوم الشرعية واللغوية. الوجه المألوف للداهو السيدي والعمر الطالب وجه الفقيه المتضلع من جميع المتون المحضرية التي تتبعه منقادة حيثما حل وارتحل. أما وجه الآخر هو وجه شاعر مالكي مجيد. شنو تجربتك أنت مع الشعر اللي نعت تحفظ الكثير منه وتقول أمه؟ تجربتي مع الشعر كانت هواية في الفترة المحضرية اللي كنت ندرس فيها المهنون المحضرية، كانت عندي هواية في الأدب بشكل عام وفي الأدب الموريتاني بشكل خاص. حتى معناها الغنم اللي تقرأ منه كامل بشكل خاص. واهل يعني لك مولي انعكس اني فهم شخصيات ادبيه موريتانيه تاثرت بادبها الى حد ما، من ضمنها مثلا الشيخ محمد ولا احمد يرى رحمه الله، وليه نعطيك نماذج من القطع اللي باطعيتنا ذكرني فكرتي زيانت عندي منها قولتو ايا نوبتي عند الهويدج والتي بريع بني دامان في الصيف والتي وكلتاهما لم يبق من رسم دارها سوى ملة منها العواصف ملتي وكلتاهما لما عرفت ربوعها تحرك من عرفانها حرف علتي أقبل من ذي مرة ثم من ذه رسوما كأخلاق الرداء اضمحلتي وتقبيل رسم الدار من بعد أهلها على شوق أهل الدار أقوى الأدلة. زنحت أو تجربتكم أنتم الصالة الأولى مع الشعر؟ تجربتي معها كانت في قطع متمثلة فيها بعض الرثاء لبعض المشايخ، وفيها قطع غزلية من لارك فاقد من 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 رثاء حاجة اللي نقطع عدد مرات عدة أشياخ موريتانيين من ضمنهم العلامة محمد سالم معدود رحمه الله. رحمه الله. قصيدة شجون حزن بها الأحشاء تضطرم وسكب ماء معاق دمعهن دم شمل المدامع بعد اليوم مفترق حزنا وشمل صدى الأحزان ملتئم ما بالمصائب بعد اليوم من جزع فبعد ذا الشيخ لا دمع ولا ندم كأن الشنقيطة بعد اليوم في مله قد استوت عندها الأنوار والظلم تبكي على من حوى أمجادها وبه قد شيد مجد لها لم تبنه إرم هو الجواد الذي عمت نوائله والعالم العيلم العلامة العلم يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم ما قال لا أبدا إلا ومن ورع لولا التورع كانت لاءه نعم. ثم أبيات في الغزل تقدر تجيبهم نذكر الله في النزل كل حال منهم ربع الأحبة هل للحب مرضى شوقا على الربع ما يشفي به مرضى قلب المتيم قاد النفس إثركم إن تنزلوا نزلا أو تنهضوا نهضا أجرى دموع الجوى والوجد منتدبا فندب تلك اللواء عليه قد فرضا سقت رباك غوادي المزن غيث أضاء وزان بدر الدجا داجيك حين أضاء إلا جبت عميد القلب لا لهف لهيب لوعته في النفس جمر غضا ألم طيف به من بعد طوفته ما ذاق طعم الكرى كلا وما اغتمضا لم يسل عن عارض إلا وقد عرض شوق التي علقت أحشاءه عرضا إن يعصي أمر الهوى به هوى ومضى هوى إذا البرق في ليل الدجى ومضى كأنما هو في يأس وفي طمع كقابض الماء لا يدري بما قبضا لو أن رضوى يلاقي ما لقى لقضى إذن فما عنده إلا رضا بقضاء. أول غزل ما خسر شيء قولان واحدين هم لا يشدوا عينا عنه الله اللي عني له هذا الفتوى اللي نجاوب ببيات لعروة ابن أذينة الشيخ مالك جواب ضمني كافي إنه شيخ كافي إنه شيخ مالك كافي ذاك منزلته العلمية
وفي منزلته الأدبية: إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت، هوى لها بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها منعت تحيتنا، فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها. جميل. بما أن المجال الأدبي ستكون الفتوى أدبية لنبتعد عن الفقه. قول لي فضيلة الشيخ، من الزين عندك أنت لابد أنك تذوق ملي الغنى، نموذج من الغنى تعرض أنت زين عندك والله قاف قد سمعته. أنا وهل عني لاحق في محمد الأحمد وراء 90% من الغنى ومن الأدب، حالا نعرف نعيث نحفظ شيء من أدب ونعرف عني متأثر به اللي فاقد بعض أرك منه. قاف يقول فيه: تركية للها واغلبني، غير انت مالك الاملاك ارحمني والله عذبني ما متناترني حد معاك. كلما تعمق الرجاج في الفقه والنحو والورع وذي الامور يبرد شعره به اللي هو شيطاني. هذه الفكره ماني موافقها 100%. طبعا هي تغلب، هي دائما العلماء شعرهم والفقهاء اللي يعود ما هو لاحق ذيك، لانه ترى اجمل الشعر اكذبه دائما الناس اللي هم الفقهاء والعلماء يبتعدوا من ذاك. غير ما هي مطلقه عندي، لأن ما في حد، لأن القاضي عبد الوهاب من أكبر علماء المالكية ومن أرسخهم قدم، وكافي أن قال فيه أبو العلاء المعري: المالكي بن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا الناية والسفراء، إذا تفقها أحيا مالكا جدلا وينشر الملك الضليل شعورا. وذا أكبر دليل عليه، لأن يقول لك قطعة قصيرة له هو الشيخ القاضي عبد الوهاب رحمه الله يبكي فيها على بغداد، يقول: خليلي في بغداد هل أنتم ماليا، على العهد مني أم غدا العهد باليا، وهل أنا مذكور بخير لديكما إذا ما جرى ذكر لمن كان نائيا، وهل فيكما من تنزل منزلا أنيقا وبستانا من النور حاليا، أجد له طيب المكان وحسنه منى يتمناها، وكنت الأمانية فدا لك يا بغداد كل مدينة من الأرض، حتى خطتي ودياريا لقد طفت في شرق البلاد وغربها، وسيرت خيلي بينها وركابيا، فلم أرى فيها مثل بغداد منزلا، ولا مثل واديها كدجلة واديا، ولا مثل أهلها أرق شمائلا وأعلب ألفاظا وأحلى معانيا، وقائلة لو كان ودك صادقا لبغداد لم ترحل، فقلت جوابيا: يقيم الرجال الموسلون بأرضهم وترمي النوى بالمقتلين المرامية. هذه الشعراء يتبعهم الغاوون، لم تر أنهم في كل واد يهمون أنهم يقولون ما لا يفعلون. هاو الشعراء هذه الآية متنا معهم، هذه الآية متنا معهم. يقال الناس تعجل عن أعقابها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وآمنوا منهم شعراء المسلمين حسان رضي الله عنه ابن رواحته: وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. انتصروا من بعد ما ظلموا معناها بأن لم يهجوا إلا من هجاهم. دور نموذج من الشعر المحور اللي إن شاء الله أنتم. هذا اللي قالوا الأدب، كي قلت لك عنده وقع بشكل عام، وعنده وقع في الطلاب ما بينهم، وعنده حتى وقع بين المشايخ وطلابهم. وهنا قبل لك فاتحة قصيرة بما أن الوقت ما يسمح، وقعت بين الشيخ محمد أمين أب رحمه الله الخطور، هو وشيخه محمد سالم الشين جاهل يقرأ عليه لامية الأفعال، يقرأها أب على محمد سالم الشين، قاموا سولوا بعض عادة الناس من نجي حد المحاضرة يسول هو من جاي من منين ومن أي الأخوت إلى آخره، منين سملوا قاموا جاوبوا أبيات أدبية لأن يعرف أن هي عندها وقع خاص على الشيخ وعلى الطلاب. قال له: هذا فتى من بني جاكان قد نزل يصبا عن لسان العرب قد عدلا، رمت به همة علياء نحوكم، إذ شام برق علوم نوره اشتعلا، فجاء يرجو ركاما من سحائبه تكسو لسان الفتى أزهاره حللا، إذ ضاق ذرعا بجهل النحو ثم أباء لا يميز شكل العين من فعلا، وقد أتى اليوم صبا مولعا كلفا بالحمد لله لا أبغي به بدلا. سؤال أخير، أنتم فضيلة الشيخ تختيم تقدم كما أنتم بسم الله والله الداه والسيد العمر طالب اللي عنده ذاك الوجه الأدبي اللي ما هو قابل يظهر واحد، نختار نعود مرابط عن الخلطة الأخرى، نختار نعود مرابط محضرته طبيعي به اللي هذه المنهجية هي اللي جبرتها عند الشيخ وتأثرت بها، ونختار نعود نتسم بها عن ذيك الاستيمات الأخرى.